قام المقدم أحمد الغشمي نائب القائد العام ورئيس هيئة الأركان العامة في الذكرى الثانية لحركة 13 يونيو بوضع حجر الأساس لمدينة ضباط القوات المسلحة نيابة عن الأخ رئيس مجلس القيادة والقائد العام للقوات المسلحة، وذلك بالمنطقة الشمالية الشرقية للعاصمة، في احتفال حضره الأخوة الرائد عبد الله عبد العالم عضو مجلس القيادة وقائد قوات المظلات ونائب رئيس هيئة الأركان العامة وقادة من الوحدات والفروع والضباط.